اليوم سنتحدث عن الأساليب الحديثة في علاج الاضطرابات الحركية سمكة التربيد تنتج شحنات كهربائية هل تحس بتحسن؟ هل تحس بالكهرباء؟ خاصة وقت ما نعطي الشحنات الكهربائية فجأة جاه في الرجل اليمين في القدم نفس الأجهزة تستخدم في أكبر مستشفيات في العالم أمريكا وكندا بعد تركيب الجهاز أصبح يمشي يروح المسجد أنت تعرفين الصوت تمام وتوصلين الابره الى المكان صح. هل المرض ممكن يتطور وتتغير الذبذبه بحيث ان الجهاز ما عاد صار يعمل يلخبط ولا كيف